لنا بفضل الله ورحمته محافظة المجاردة عسير. اليوم الجمعة 23 محرم 1442، تسمى هذه المدينة مدينة المجاردة. يقولوا كانت في السابق مجردة عن كل شيء، يعني ليس فيها أشجار ولا بناء ولا شيء، والآن ما شاء الله هي مدينة كبيرة، وهذا المنظر من أعلى منطقة تقريبا في هذه المحافظة. أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله يا رب. هذا بعد صلاة الجمعة ولله الحمد. الساعة الآن